انت تعرفين انه اكثر شيء يخوف العراقيين انه تقول له لا تاكل لحم؟ لا بالفعل ما يعني اقول دكتوره لا احنا اكل لحم اللحم بريوق، ولا اقول اللحم اشتري. بالغداء، اللحم بالعشاء، يعني كل شيء ولا اللحم. واني هم انا ما راح اقول له اي جيد. شخص لا تشتري لحم، اي لا تاكل لحم، ما راح اقول، بالعكس اشتري لحم واكل اللحم، بس اني خلي اعرف شنو اللي اني لازم اسويه، شنو اللي الي وشنو اللي علي. اني مثل ما لازم احافظ على نفسي، اني مثل ما عندي رغبه انه تكون غدائي او عشائي او اكلي فطوري يكون بيه لحم، اني لازم احافظ على نفسي. شلون؟ للاسف الشديد نسبه الوفيات نتيجه الاصابه بهذا المرض عاليه، حتى تتعدى الاصابه بكوفيد. كوفيد احنا ايش قد حفظنا وفيات، صح. بس نسبه الوفاه بكوفيد كانت 2 2.5 من عدد من المية، يعني كل 100 شخص كان 2 إلى 3 أشخاص ممكن يتوفون، لكن بالحمى النزفية 10 إلى 40% قد تتعداها إلى 50%، المصابين، يعني كل 100 شخص، يعني كل 100 شخص العفو في شخص المصاب ممكن. نسبة الوفاة مالته جدا عالية. جدا عالية، جيد جيد. عشرة إلى احنا 40 احنا شلون قد تعداها دكتورة، احنا شلون نقدر نشتري لحم وما نخاف من الحمى النزفية؟ هيك قولي لي. حلو. طبعا اني كسيدة منزل او نعم. ربة بيت، زوجي اذا طلعنا نريد نشتري اللحم، شلون اني اختار اللحم؟ وين اختاره؟ زين. وش راح اسوي؟ وانا شنو اللي لازم ارتديه؟ وشنو الاجراءات اللي اني اتبعها؟ اني من اروح القصاب، اني لازم اعرف انه هذا القصاب اللي جايب اللحم لازم يكون اللحم جايبه من مجازر مجازه رسميه. وانا ايش مدريني؟ من مجازر وانا ايش فيها مدريني؟ الحيوان. تمام، خلي نفرض اوكي اجي وياك وما نعرف احنا القصاب جايب لحم، وقد يكون هو ما يعرف منين جايبه، او قد لا يكون لا شويه طلعي لي، شويه طلعي لي من يم القصابين، لانه يعني حش الزينين اكو ناس يبيعون لحم مال مطايه. دكتوره طلعي لي من يم القصابين شويه. ايه تمام، انا رايحه اذا اشتري اللحم، شنو اللي جيد. لازم اني اسوي؟ لازم البس جفوف. ايه الفكره من الحيوان المصاب اللي راح ينذبح يكون اشد اصابه خلال فتره الذبح وما بعد لمده 6 ساعات. اها، يعني لشه الحيوان تبقى مصابه 6 ساعات بعد الذبح تقريبا 6 ساعات لحد ما ينشف المي الدم مالتها العفو، فبالتالي تكون خاليه من الفيروسات. زين. يعني أني إذا هسه ذبحت الذبيحة يمي وأني رحت دا أشتريها، لازم ألبس جفوف، لازم أحاول إنه أكون بعيدة من المكان اللي دا تنقط بيه قطرات الدم، أها، حتى لا أكثر من لأنه القطرات هو المرض يكمن بالدم. بالدم جيد. بالضبط، وخاصة بالساعات الأولى من من الذبح. الذبح. زين، لازم البس جفوف، لازم ابتعد عن اللحم اللي انا راح اخذه او مصدر الدم، ما احاول اكون قريبه من القصاب، قد يكون القصاب بعد، قد يكون نتيجه ذبحه لهي الذبيحه او هذه تعرضه، قد يكون همينه ما ظهر عليه اعراضه، هو قد يكون مصاب بدايه الاصابه، هم لازم انا اتجنب اخاف. خليني يم اللحم طبعا بعدين اروح على الاعراض، خليني يم اللحم. اخذت اللحم شو اسوي؟ اخذه لابسه جفوف، حطته انا بكيس، اروح اخليه بالتجميد اجمده على الاقل ساعتين، جمده ساعتين او بالثلاجه ساعتين. لحظه 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 دكتوره، مو هاي المعلومات تهمني اني اول واحد. اوقفي على كيفك، انا من عشاق اللحم الاحمر. يعني شوفي دكتوره حتى الناس تفتهم، هسه اني حتى احصن نفسي من دم الذبيحه من اروح للقصاب، اول شيء اسوي انه ابتعد من يم الذبيحه ومن يم القصاب الى ان يخلي لي اياه بالعلاقه، ملابسي احاول انه تكون اكيد نظيفه. جيد، هذا واحد. ثاني شيء انه البس جفوف، تمام، على مود من اخذه من عنده من العلاقه انا مامن. صحيح. هاي اثنين. ثالث شغله انه اودي اللحم للمجمده، انت تقولين على الاقل ساعتين، خوب انا اشتري قبل بيوم واذبه بالمجمده. اذا انت متاكد انه هذه الذبيحه كانت مال قبل بيوم فماكو مشكله. جيد. بس اذا كانت الذبيحه انا اقصد مال اليوم. اي. او هو قصدي انا حتى لو انه ما متاكد، من باب الاحتياط اجيب اللحم قبل بيوم واذبه بالمجمده. ماكو مشكلة. شو يصير من ذبيته بالمجمدة؟ جاوبيني، شو يصير؟
الفيروس فيروس ضعيف. ايه. وعادة يكون بسوائل الدم. زين. بالسوائل بالدم مال الذبيحة. فبالتالي من انت راح تجمده راح يموت هذا الفيروس، ما يتحمل درجات البروده، درجات منخفضه من يعني من الحراره، فبالتالي اصلا يموت.